مصلحة الدفاع المدني تنشر فرق الغوص والإنقاذ والإسعاف على مختلف السدود والحواجز المائية في محافظة صنعاء. بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك، باشرت مصلحة الدفاع المدني بعمل خطة مواكبة لهذه المناسبة الدينية بتوزيع فرق الغوص والإنقاذ والإسعاف على مختلف السدود والحواجز المائية في محافظة صنعاء، حفاظا على أرواح المواطنين وأسرهم، وعمل توعية للمواطنين بإجراءات الأمن والسلامة العامة ومخاطر السباحة في تلك السدود نظرا لحوادث الغرق التي تتكرر كل عام والتي تتسبب بمآسي كبيرة لحياة الأسر وتحويل فرحة العيد إلى حزن يخيم على المجتمع بسبب تلك الحوادث. وأكدت المصلحة بضرورة التزام مالكي القوارب السياحية العاملة في السدود بإجراءات الأمن والسلامة العامة كالحبال وسترة النجاة وطوق النجاة وإلزام المواطنين بلبسها أثناء الصعود فوق القارب، وذلك لتفادي أي حوادث قد تحدث أثناء تحرك القوارب في مياه السد. هذا وقد قامت المصلحة بتوزيع فرق الغوص والإنقاذ والإسعاف على سد بيت الأحمر وسد سيان وسد شاحك وسد مختان سعوان وسد رجام بني حشيش وشلال بني مطر